السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من حضر. عندنا الآن إن شاء الله ظنة وأخواتها، كنا في باب مرفوعات الأسماء. لو سألتكم كم عدد مرفوعات الأسماء، فاكرين؟ اكتبوا لي رقم إن شاء الله. عدد مرفوعات الأسماء كم؟ سبعة، جزاكم الله خيرا. نقولهم مع بعض: الفاعل و الفاعل و نائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. وقلنا التوابع عددهم كام؟ أربعة. نعم. النعت والعطف والبدل والتوكيد، جزاكم الله خيرا. احنا خلصنا اللي هو الدرس اللي تبع اسم كان وخبر إن، وبالمرة هناخد ظنة وأخواتها. ظنة وأخواتها بيعملوا ايه؟ بينصبوا المبتدأ والخبر، يعني المفروض ما يكونوش في المرفوعات، بس يعني حب يعرفنا خبر عنهم لأن فيها أحوال يعني. طيب نبدأ الدرس إن شاء الله. ظن وأخواتها، قال المؤلف رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما، الاثنين منصوبين. هنا التاء هي تاء الفاعل، ده مفعول الأول وده مفعول تاني. ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يبقى حكم ظن وأخواتها أنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بدليل الاستقراء، تطلب مفعولين، الأول يسمى المفعول الأول والثاني المفعول الثاني. بمعنى إذا دخلت ظن وأخواتها على الجملة الإسمية، يعني على المبتدأ والخبر، قلبت المبتدأ والخبر فجعلت المبتدأ مفعولا به أولا والخبر مفعولا به ثانيا. ذكر المؤلف أخوات ظن وذكر أمثلة لها. قال النحاة: حكم ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. ظن وأخواتها تنقسم من حيث المعنى، المعنى وليس العمل، المعنى إلى قسمين، إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تصير. تصير. طيب، أفعال القلوب سميت بذلك لأنها قائمة بالقلب، متعلقة به، ليس لها علاقة في الجوارح الظاهرة، فهي أفعال تدل على عمل من أعمال القلب، تدور حول العلم والظن والشك، كلها إيه؟ ما فيهاش جوارح يعني، كل ذلك من أعمال القلوب. وهي ظننت، حسبت، زعمت، خلت، حجوت، عددت، علمت، رأيت، وهبت، ألفيت، تعلم، تعلم أو أيوة تعلم بصيغة الأمر، بمعنى اعلم. أفعال كلها تدور حول معاني، معنى أفعال القلوب. طب وبالنسبة لأفعال التصوير، سميت بذلك لأنها تدل على تحويل الشيء من حال إلى أخرى، وهي جعلت، صيرت، رددت، وهبت، اتخذت. طيب هذه الأفعال الخمس كلها تدل على تحويل الشيء من حالة إلى أخرى. طب هذا التقسيم باعتبار المعنى، وإلا فهي جميعا تعمل عمل ظنة،
طيب ظننت زيدا قائما، لو أعربنا نقول فعل ماضي مبني على السكون. إيه اللي خلاه مبني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء هنا تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب زيدا مفعول به أول، منصوب علامة نصبه الفتحة، وقائما مفعول تاني. حسبت التقى والجود خير تجارة، خير تجارة رباحا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجودة، يبقى التقى هتكون هي مفعول أول لحسبت، والجودة معطوف عليها، خير المفعول الثاني، تجارة مضاف إليه. طيب حسبت فعل وفاعل، هنا بنعربها، المفعول الأول هو إيه؟ التقى، الجودة معطوف عليها، وخيرة هي المفعول الثاني. طيب خلت الطالب نائما، هي أصلا كانت مبتدأ وخبر، كانت الطالب نائم، كانت بالرفع، كانت الطالب نائم، ما دخلنا عليها خلت أصبحت الطالبة نائما، فخلت هي فعل وفاعل، والطالبة مفعول الأول ونائما فعل مفعول تاني. طيب هنا زعمتني شيخا، ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، فهنا زعمتني مفعول الأول فين؟ مين تشارك معنا في الإعراب؟ من دون ما تنظروا للإجابات، ها؟ زعمتني مفعول الأول، يا المتكلم دايما تقع في محل يا إما نصب يا إما جر، الفاعل هنا غير مذكور، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هي اللي زعمته، يعني قالت له أنت عجوز، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة. طيب هنا يبقى المفعول الأول هو الياء، ياء المتكلم في محل نصب، والمفعول الثاني شيخا. طيب ممكن تجاوبوا إن شاء الله، تشاركوا في الإجابات. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ الملائكة، نعم جزاكم الله خيرا، وأين المفعول الثاني؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا، جزاكم الله خيرا. الفاعل في جعلوا هو، أين الفاعل؟ لا هو مشبوك في الفعل، أيوة الواو، نعم الواو، واو الجماعة. طيب ندخل على اللي بعدها، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكن المولى شريكك، أو ولكن المولى شريكك في العدن، يعني لما يكون عنده عبد مولى ما هيشركه في الغنى، ما هيورثه، إنما هيشركه في العدن، يعني ما هياخد منه حاجة. طيب المهم، فلا تعدد المولى، أدي المفعول الأول، وفي المفعول الثاني فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. يلا نجاوب نتدرب، أيوة جزاكم الله خيرا، شريكك هي الشريكة، هي المفعول الثاني والكاف مضاف إليه. طيب فقلت أجرني أبا مالك، أو أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكا، فهبني
فين المفعول الأول؟ امرأة هالكة. أين المفعول الأول؟ امرأة. نعم لا ده الثاني. ها فهبني، فهبني يعني تخيلني، يعني تخيلني أو اعتبرني. ها فهبني امرأة هالكا. أيوة هي نعم يا المتكلم هو المفعول الأول والمفعول الثاني. أمال هالكا نعربها إيه؟ ها هالكا نعربها إيه؟ طيب شدوا حيلكم في الإجابة شوي. ها امرأة هالكا متى تكون حال؟ لما يكون صاحب الحال، أيوة هي صفة نعم، لما يكون صاحب الحال معرفة، لما يكون صاحب الحال معرفة نقول حال. إنما امرأة هنا نكرة وتبقى صفة. طيب خلصنا دي. إنهم يرونه بعيدا من الفعل رأيته، وليست الرؤية البصري البصرية ولكن رؤية قلب يعني يتخيله أو يظنه. ها إنهم يرونه بعيدا. أين المفعول الأول؟ شدوا حالكم في الإجابة وخلص أسرع. ها يرونه بعيدا الهاء. نعم هذه أول مفعول وبعيدة هي الثانية. طيب ونراه قريبا نفس الكلام. طيب فإن علمتموهن مؤمنات، يلا المفعول الأول وعزى الفاعل كمان، لو تجيبوا لي الفاعل يبقى جميل. المفعول الأول هنا فإن علمتموهن مؤمنات. هن كلها مش الهاء. ها هن أيوة صح هن هن. فإن علمتم يا رجالة هن بكلم الصحابة. ها هن هي مفعول به الأول. مؤمنات، مؤمنات نعربها إيه؟ مفعول تاني. فإن علمتموهن مؤمنات مفعول تاني، عشان علم، علم ده من اللي بياخد مفعولين. يعني لو هي كانت المبتدأ وخبر يعني جملة اسمية كانت هتبقى هن مؤمنات، كانوا الاتنين هيبقوا مرفوعين. انما هنا فإن علمتموهن مؤمنات هنا. طب ليه تحتها كسرة مؤمنات؟ مش هي مفعول تاني؟ ليه تحتها كسرة؟ ها علامة النصب على ايه؟ جمع المؤنث السالم نصبه بيكون بالكسر. طيب جزاكم الله خيرا. طيب بالنسبة لوجد، قال تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. المفعول الأول المفعول الأول فين؟ حاولوا حاولوا يعني الآيدي اللي بتكتب يعني حاولوا وما يهمكم يعني تخطئي هصلح لك إن شاء الله وما تخطئي بعد كده إن شاء الله تتعلم من الخطأ. تجدوه عند الله هو خيرا. يبقى أول مفعول به هو الهاء. نعم نعم الهاء هذه المفعول الأول. المفعول الثاني خيرا وأعظم أجرا. لو كانت الأيدي اللي بتكتب كتيرة كنت سألت أسئلة أكتر من كده، بس واضح كسلانين فلا أريد تضيع وقت. يعني طيب خيرا هو المفعول الثاني.
إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ها لا جاوب معايا؟ لا ما تترددي، اكتبي كل اللي يخطر على بالك اكتبي، وانا يمكن يطلع صح. الحمد لله اذا طلع خطأ انا صححت، ما يهمك. يلا اكتبي. انهم احنا بنخرج مفعولين، المفعول الاول ومفعول تاني، لان دخلته في الاخر يمكن ما تعرف احنا بنتكلم على ايه. بنتكلم على ظن واخواتها، بينصبوا مفعولين اصلهم كانوا المبتدا والخبر، يعني هي كانت آباؤهم ضالون كانت كده، وبعدين دخلنا عليها ألفوا، ها فالواو في ألفوا دي الفاعل، آباءهم هتكون هي آباء، هي مفعول الأول نعم، مضلين مفعول تاني. ما شاء الله أديك وتعلمت الحمد لله، كل ما تحاوليها إن شاء الله هتطلعي أحسن وأحسن. طيب بالنسبة لأفعال التصيير اللي هي جعل ورد واتخذ وصير وهب، نبدأ بجعل. فجعلناه هباء منثورا. يلا المفعول الأول فين؟ الأول دوروا في المشبوك في الفعل، ها دوروا الأول في المشبوك في الفعل. فجعلناه ها هباء منثورا، فين المفعول الأول؟ الهاء نعم. طيب والمفعول الثاني فين؟ المفعول الثاني فين؟ هباء. واحدة كتبت هباء وواحدة كتبت منثورة. طب هباء هي الصح، منثورة نعربها ايه هنا؟ منثورة نعربها ايه؟ صفة. ما شاء الله تعلمتوا الحمد لله، لأن هباء هنا نكرة فتبقى منثورة صفة ليه. طيب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هي يردونكم ها في المفعول الأول، من بعد إيمانكم كفارا الكاف، ما شاء الله عليكم اديكم بتجاوبوا اهو الحمد لله. والمفعول الثاني، المفعول الثاني المفعول الثاني فين؟ كفارة، ما شاء الله. طيب واتخذ الله ابراهيم خليلا، واضحه ها ما فيش الا ابراهيم وفي خليلة، يبقى ده الاول وده الثاني واضح. طيب صيرت الخشبة بابا، واضحة خشبة بابا. لا مين كتبت رحاب؟ يردونكم، لو يردونكم بتسأل سؤال جيد، بس هنوقف هنا. وهي بتسأل على الفاعل في يردونكم، أين الفاعل في يردونكم؟ نقسمها، هي يردون ها ده عبارة عن ايه؟ ها اكتبوا لنا يردون. ايوه واو الجماعة فاعل ما شاء الله، نعم صح كده، ايوه هو فعل وفاعل، لان الفعل يرد فقط، يرد فقط، والواو هي واو الجماعه فاعل ضمير، يعني كانهم كلمتين ها، والنون دي علامه اعراب لانه من الافعال الايه، الافعال الخمس، الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع يتصل به ها، انت كل معايا، انت كل معايا يتصل به ايه الحمد لله. طب يتصل به يا اما انا هقول واو الجماعه، وايه تاني ممكن حاجة كمان نقول؟ يردون أو يفعلون ها؟ لا لا حاجة تانية، يردون أو يفعلون وتفعلون، وإيه تاني؟ وتفعلين يبقى ياء المخاطبة، وإيه تاني ها؟ بالألف، بالألف ألف الاثنين، ألف الاثنين، يعني نقول إيه؟ يفعلان أو تفعلان. طيب يبقى كده خمسة، اتنين للواو واتنين للألف بالياء وبالتاء، أما المخاطبة ملهاش إلا للتاء تفعلينا، يبقوا خمس، عشان كده بنسميهم الأفعال الخمس. علامة رفعه أيوة جزاك الله خيرا بارك الله فيك، يفعلون وتفعلون، يفعلان وتفعلان وتفعلين، يبقوا خمسة. رفعه يكون بثبوت النون، وجزمه
ونصب بحذف النون. جميل، اسأله كل اللي يخطر لها سؤال تكتب تسأل، بس ما يهمكم إن شاء الله كده تتقدموا في النحو وتبقوا ممتازات. إحنا درسناه قبل ذلك بس أنتوا دخلتوا متأخر. المهم، فالواو هي فاعل، الضمير المتصل بها هنا في الفعل هو ده الفعل. طب خلصنا هنا وهبني الله فداءك، وهبني الله فداءك. فين المفعول الأول؟ وهبني الله فداءك. أين المفعول الأول؟ ياء. نعم، هي المشبوكة عمرها ما تكون فاعل، الياء دي عمرها ما تكون فاعل. ثلاث حروف ما يتشبكوا في الفعل عمرهم ما يكونوا فاعل، الياء والكاف، ياء المتكلم، ياء المتكلم والكاف للمخاطب والهاء للغائب، عمرهم ما يكونوا فاعل، لازم تكون مفعول به لو شبكت في الفعل. وهبني الله، هنا الله هتكون الفاعل، فداءك هتكون المفعول الثاني والكاف مضاف إليه. طيب جميل، السؤال، هل حكم ظن وأخواتها تنصب مفعولين دائما ولا في حاجة ممكن تحصل؟ الجواب بالتفصيل، ظن وأخواتها على قسمين، القسم الأول يعمل أبدا سواء تقدم اسمها أو تأخر، هذا القسم جميع أفعال التصيير الخمسة وفعلين من أفعال القلوب اللي هم هب وتعلم. طيب، وهي دائما وهذا دائما يعمل. طيب، والقسم الثاني بقيت أفعال القلوب لها ثلاث أحوال، يا إما تخليها تعمل، يعني تعمل، يعني تعمل إذا كانت على الأصل، معنى ألا يتقدم الاسم على ظن وأخواتها فإنها تكون هنا عاملة تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان به. طيب، إذا جت يعني في الوضع الطبيعي اللي هو الأول يجي الأداة اللي هو واحدة من ظن وأخواتها أو أخواتها يعني، والتانية إن يكون المبتدأ والخبر، فالاثنين هيبقوا مفعولين، مفعول أول مفعولتين، ما في استثناءات لحاجة، ما في استثناءات. إحنا هنتكلم الأول الشرح وبعدين هنجيب الأمثلة، فصبرا جميلا. الكاف والياء والهاء. طيب، إحنا أنتوا لو رجعتوا للأفلام السابقة إن شاء الله تجدوا كل الشرح، ونخلي الأسئلة في آخر الدرس لأن الدرس بيتسجل، بس لا أريده يكون طويل جدا، فإن شاء الله ننتهي ونجاوب على الأسئلة. لا عليك. بتكلم على ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. أنتوا عارفين الضمائر عددها كام؟ اللي عارفة الضمائر، طب بعد الدرس نعطيك الروابط إن شاء الله، ليس الآن. الضمائر عددها كام؟ حد عارف الرقم؟ 12. نعم، انتي حافظه اهو. طيب، هي 12 ضمير، فيها للمتكلم كام؟ اتنين. جميل، انتي بذاكره الحمد لله. واحد منهم لما يقع في موقع مفعول به اللي هي ياء المتكلم، هي دي دايما تأتي في، يعني منهم اللي بيأتوا في مواضع أو محل يعني أو مكان رفع، ومنهم اللي يأتوا في محل نصب، ومنهم اللي يأتوا في محل جر، ومنهم اللي يأتي في محلين يعني رفع ونصب، أو منهم اللي يأتي في نصب وجر وهكذا، منهم اللي بيأتي في الثلاث محلات الثلاث أماكن. فإن شاء الله لو حبيتوا نعمل لكم درس أو مراجعة مرة أخرى إن شاء الله، نعمل درس للضمائر خاص بيها، ما في مشكلة. حبيتوا أشرحها لكم في أو ترجعوا للدروس السابقة، نعطيكم الروابط وخليها بعد الدرس إن شاء الله. فالمهم، بنتكلم الآن على بقية أفعال القلوب لها ثلاث أحوال، يا إما تعمل لو كانت في الوضع الطبيعي، يا إما نلغيها، يا إما تعلق. نلغيها يعني بنلغي عملها، عملية الإلغاء والتعليق لا يدخلاني في شيء من أعمال التصيير. إحنا قلنا أعمال التصيير كلها دي بتشتغل، أما فعشان كده بيقولك دي ملهاش دخل في موضوع الإلغاء والتعليق. الإلغاء والتعليق لأفعال قلوب، ولا في فعل من أفعال القلوب الجامدة التي لا تتصرف، ما فيها إلغاء ولا تعليق. طب، الحالة الأولى حكاية الإعمال، وقد بيناها في الأمثلة السابقة، يعني كانوا بيشتغلوا، كانوا
تعمل يعني تنصب المبتدأ والخبر تخليه مفعولين، ادي معناها تعمل يعني تشتغل، يعني نخليها تنصب المبتدأ والخبر تخليه مفعولين، مفعول اول ومفعول تاني، ادي اشتغلت يبقى عملت هنا. طب امتى نلغي عملها؟ يعني ما تشتغل، يبقى هتلاقيهم مرفوعين مبتدأ وخبر مرفوعين، يبقى هنا ما عملت، فهمتي؟ يعني لغينا عملها، اصبحت ابطلنا عملها، ما بتشتغل. طيب الحالة الثانية اللي هي الإلغاء، اللي هو إبطال العمل لفظاً ومحلاً. ممكن يبطل العمل لفظاً ومحلاً، يعني لما تيجي تنتقل الإعراب هتلاقيه مرفوع ومحلاً، يبقى فعلاً هي اشتغلت، يعني اتلغت كأنها غير موجودة، وذلك لضعف العامل لكونه توسط بين المبتدأ والخبر. الأول نسمع النظري وبعدين نجيب الأمثلة إن شاء الله. فكأن ظن وأخواتها في هذا المكان غير موجودة، كأنها غير موجودة، وذلك لأن العمل إما أثر لفظي وإما محلا. لو قلت مثلا رأيت خالدا وهذا، طيب فده مفعول أول وده مفعول تاني. العمل اللفظي إن خالدا هو واضح منصوبة قدامك صح بالفتحة، أما هذا تنصبيها إزاي؟ هي بتبقى مبنية، هي مبنية، فلفظا ما حسينا انها منصوبة، ده اسم اشارة بس هو في محل نصب، هو في محل نصب. طيب محل، يبقى عندنا العمل بيبقى اما لفظي اما محلي، ده لفظي يعني لفظتي الفتحة ونطقتيها، اما هذا لا استطيع ان انطق فتحة على الالف، الالف دايما ساكنة، وبعدين أصلا أسماء الإشارة بتكون مبنية، مبنية ليست معربة. فهنا بنقول في محل، ها؟ يعني في مكان نصب معطوف على المنصوب اللي هو خال، هنقول منصوب محلا، عرفنا بقى. طيب بالنسبة للإلغاء، هنا رأيت ليست الرؤية اللي هي من أخوات، يعني مثلا الواحد يقول إيه رأيت الصيام غدا، يبقى دي رؤية يعني ليست بصرية، أما الرؤية البصرية تأخذ مفعول واحد بس، مفعول به واحد بس، فده معطوف عليه. طيب الإلغاء له صورتين، هذا الإلغاء جائز لا واجب، يعني ممكن تلغيها، ده جائز ممكن تخليها تشتغل ما في مشكلة. الصورة الأولى أن تتوسط ظن وأخواتها بين المبتدأ والخبر، أحمد ظننت جالس. ظننت لما دخلت في الوسط، هو كان لو احنا قلنا ظننت احمدا، لا مش بدون تنوين لان ده ممنوع من الصرف، ظننت احمد جالسا، ها كان ساعتها نقول ده مفعول اول ده مفعول ثاني، بس احنا دخلنا ظن بين المبتدا والخبر، فاصبحت احمد ظننت جالسا، احمد ظننت جالس، يعني ما عملتش حاجه هي هنا، لو عملت حاجه كانت نصبتهم صح، يبقى هنا اتلغى عملها. يبقى ادي اول صوره من صور الالغاء، ان تتوسط ظن واخواتها بين المبتدا والخبر، بطل عملها، هنا بطل عملها، فلن تنصب المبتدا ولا الخبر، عرفنا يعني ايه بطل عملها، ما هتشتغل، لازم هي تبقى الاولى، هتحطيها في الوسط ما هتشتغل. طيب يبقى احمد ده عباره عن مبتدا وجالس خبر، لكن في حال توسط العامل يكون إعماله أقوى من إلغائه. قالوا إحنا إن الموضوع بتاع الإلغاء ده ليس واجب يعني، لكن جائز، يعني جائز إن أنت تلغيها وجائز تخليها تشتغل. فقالوا لكن لما هي تتوسط يقول الإعمال أقوى من الإلغاء، يعني أحسن أنت تخليها تشتغل. هتقولي أحمد ظننت جالسا، يعني ممكن تشتغل وممكن ما تشتغل. طيب طيب والحالة الثانية للإلغاء، أن تتأخر عنهما، دخليها بقى في الآخر خالص، تقولي أحمد جالس ظننت، بس مين بيتكلم كده أنا مش عارف، بس يعني إحنا بنجيبها في المثال وخلاص. أحمد هتقول مبتدأ وجالس خبر، ظننت لا تأثير لها، فالأصل أن يكون العامل في الأول، فلما أتى آخرا لم يكن له فائدة، فإلغاء العمل المتأخر أقوى من إعماله. يعني هي لما كانت في الأول كانت بتشتغل قولا واحدا، لما حطيناها في الوسط تشتغل وتتلغى، وإنها تشتغل أقوى،
لما حطيناها في الآخر تشتغل وتتلغى وتتلغى أقوى، لكل ما نأخرها الإلغاء هيكون أقوى. فبالحالة الثالثة حالة التعليق، يعني إيه تعليق؟ يعني إبطال عمل العامل وجوبا لفظا لا محلا. يعني تقول إن هي مرفوعة، يعني هيكون هو مبتدأ ومرفوع بس في محل نصب مفعول به له، يعني هتبطليه لفظا، ما تنطقي عليه الفتحة لكن هو محله هيكون النصب كأنه مفعول بها، مفعول به لها. لماذا؟ إذا جاء بعد العامل اللي هو ظن وأخواتها أو وأخواتها، ما حقه التقديم، ما حقه التقديم يعني المفروض يكون هو في الأول، يسمى عند النحاة النحاة ما له صدر الكلام كلمة، فإن العامل يعلق لفظا لا محلا، وذلك إذا وقع بعد ظن وأخواتها. لام الابتداء أو ما النافية أو إن النافية أو همزة الاستفهام، يبقى ساعتها هتلغي عملها لفظا، يعني ما تنتقي الفتحة، تنتقي ضمة، لا محلا لأن هتقولي في محل نصب. يعني كلها حروف حقها التقديم اللي هي لام الابتداء، ما النافية، إن النافية، همزة الاستفهام تيجي في الأول. ففي الأصل يجوز أن تقول زيد قائم، هذه مبتدأ وخبر مرفوعين هم، أو قائم زيد، المهم ديت يعني مين اللي جه الأول، مبتدأ ولا الخبر، أو المهم إن هما الاثنين مرفوعين. طيب، لكن لما اقترن بزيد لام الابتداء وجب تقديم زيد في الكلام، لا زيد قائم، أو نجيب همزة. هو دلوقتي بيضرب لنا مثل بالأشياء اللي بتيجي في الابتداء، لا زيد قائم، لابد نبدأ بزيد لأن جبنا لام الابتداء مشبوكة فيه. طب لو جبت همزة استفهام أيضا، أزيد قائم، أيضا محل همزة الاستفهام أنها تيجي أولا. طيب إن زيد قائم، إن المخففة ما بتشتغل، فهنا هتلاقي مبتدأ وخبر. لا زيد، لا النافية أيضا، مكانهم كل دول مكانهم في الأول قائم. فإذا وقعت أي هذه الصور بعد ظن وأخواتها وجب تعليق العامل لفظا لا محلا. نأتي بيها كده، أدي لام الابتداء، ظننت لا خالد جالس، هنا جت ظننت، جاء بعدها لام الابتداء فخلتها زي ما هي كده مبتدأ وخبر مرفوعين، لغينا عمل ظن لفظا، يعني ما نطقت الفتحة عليها لكن هنقول في محل، يعني هنقول ايه ظننت دي فعل وفاعل. طيب لخالد، اللام لام الابتداء، وخالد مبتدا مرفوع على مترفع الضمه، جالسا جالس هي المفروض، الخطا هنا في الكتابه، خبر المبتدا مرفوع. فنقول جمله المبتدا والخبر في محل نصب ساد مسد مفعولي ظن، يعني مفعول اول مفعول ثاني. طيب أما من نفية، قال تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب أدي ما النفية أتت، فهنا ما عاد في مفعول به أول ولا مفعول به تاني. لقد علمت ما زيد قائم ولا عمرو. طيب هو هنقول بعد كده، بعد ما نقول مبتدأ مرفوع نقول في محل نصب، نقول في محل، يبقى لغينا عملها لما يكون بعدها أي شيء من حقه الابتداء. إن النافية علمت إن زيد قائم ولا عمرو، نفس الكلام همزة الاستفهام علمت أزيد قائم. طيب الحاصل في ذلك إن أفعال القلوب المتصرفة كلها لها ثلاثة أحوال، دي الخلاصة بقى بتاعت الدرس. الحالة الأولى الإعمال، يعني تعمل على الأصل إذا تقدمت على الاسم والخبر، طبعا هتنصبهم مفعول أول مفعول تاني. طيب ولا حاجة، ما تعملش أي حاجة زي تأكيد. بعدين الحالة الثانية الإهمال، يعني تهملي عملها يبطل، عملها يبطل لفظا ومحلا الاثنين، هذه الإهمال. إمتى الكلام ده؟ إذا توسط العامل اللي هو ظن أو أخواتها بين الاسم والخبر،
ظن أو أخواتها بين الاسم والخبر أو تأخر عن الاسم والخبر، فيجوز في هذه الحال الإعمال والإهمال. طب الحالة الثالثة التعليق، العامل يبطل عمله لفظا وجوبا لكن يبقى عمله محلا، ضابط ذلك إذا وقع بعده ما حقه التقديم، إذا وقع بعده ما حقه التقديم من الكلام، أي ما له صدر الكلام، كلام الابتداء ما النافية إن النافية همزة الاستفهام. خلاص كده قلنا الخلاصة مرة أخرى. طيب يجوز حذف المفعولين أو أحدهما، يجوز حذف المفعولين أو أحد أو أحدهما أو أحدهما لفعل ظن أو أحد أخواتها إذا دل الكلام على هذا المحذوف، يعني ممكن نحذفه لو فهمناه يعني مفهوم من غير ما نكتب مفهوم. لو حذفنا المفعولين مثلا، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهنا عندي فعل أهو زعم وده فاعل الواو فاعل، إنما في تزعمون إيه، المفعولين اتحذفوا مفهومين من الجملة. أين المفعول الأول والثاني لفعل تزعمون، محذوفان لدليل ما قبلهما عليهما، التقدير تزعمونهم شركائي، أنتم بتزعمونهم يبقى هم أدي المفعول الأول وشركائي أدي المفعول الثاني، فاتحذف لا دي ما لناش دعوة بيها. أين شركائي الذين كنتم تزعمون أن تزعمونهم شركائي، ها فمحذوفة أدي الفعل. طب ما هو ممكن يكون أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم، فهو قال تزعمون محذوفين لأنهم مفهومين من الكلام، مفهوم يعني تزعمونهم شركائي. طيب أو ممكن نحذف أحد المفعولين، لو حد سألك مثلا من ظننته قائما، من ظننته يعني حد بيسألك أنت يعني يقول لك من ظننته قائما، يعني تظن مين اللي قائم الآن، يعني من ظننته قائما، فتقول ظننت عمرا، ما قال قائمة هنا بس مفهومة إن هو إيه قائمة، هنا حذفنا المفعول الثاني لدلالة أول الكلام عليه أصلها ظننت عمرا قائمة. خلاص ظن وأخواتها بحسب معناها، لذلك الأصل في علم ظن علم أو ظن أو رأى علمية يعني اعتقد، إنهم يرونه بعيدة ليست رؤية بصرية زي ما اتفقنا، إن هنا من النواسخ حرف ناسخ يعني، وبعدين دي من أفعال القلوب. لا هو بيقول اعتقد يعني هي ظن وأخواتها علم ظن رأى رؤية علمية وليست رؤية بصرية يعني بمعنى اعتقد، فهي نواسخ من أفعال القلوب، نواسخ لأن إحنا قلنا كان أخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن أخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن وأخواتها تنصب الاثنين، فهي بتنسخ يعني بتغير المبتدأ والخبر، بعد ما كانوا الاثنين مرفوعين أصبحوا منصوبين، فهي بتنسخ، فهي نواسخ من أفعال القلوب كلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لكنها تخرج من أفعال القلوب وتنصب مفعولا واحدا كما قال مالك في الألفية لعلم عرفان وظن تهمة، لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ العلم هنا علمت أن زيدا قائما، علمت زيدا قائما، لو قلت أنا علمت زيدا قائما هنا العلم مش علم عرفان، يعني العلم العرفاني يعني مثلا إيه عندك النحو والتفسير وعلم التجويد علم كذا علم كذا، لا ليس العلم ده، ليس علم عرفان ولا ظن تهمة، دول بيبقى عندهم مفعول واحد بس، يبقى إذا جاء علم بمعنى عرفة يبقى علم عرفان،
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بتاخد مفعول واحد بس. وظن بمعنى اتهم، كقوله تعالى وما هو على الغيب بظنين بمتهم، دي قراءة غير حفص، احنا عندنا بظنين، قراءة غير حفص يقول بظنين من الظن يعني متهم، فهذه تأخذ مفعول واحد. ورأى بمعنى أبصر، رأيت طائرا مثلا، هذه مفعول واحد. فرأى ترد بمعنيين، الرؤية البصرية بمعنى نظر إلى الشيء، فهنا ليست من أفعال القلوب لأن الأمر هنا محسوس. لما قلت رأيت مثلا قطة، رأيت قلما، ها؟ يبقى شيء محسوس، يعني فعلا أنت أمامك قلم، رأيت كتابا، ها؟ مفعول واحد، لأن دي رؤية بصرية محسوس، حاجة محسوسة. احنا بنتكلم على بتاعة القلوب بقى، الرؤية يعني رأيت صيام الغد مثلا، رأيت يعني حاجة رؤية يعني تهيأ لها أو تظن، يعني بمعنى ظنها هي كلها، هي بتاخد مفعولين. ظنتهما تعدية لواحد ملتزم، فلا تدخل في باب النواسخ، وأيضا لا تدخل على المبتدأ والخبر أصلا، وإنما هي من الأفعال المتعدية تنصب مفعولا واحدا. رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، هل هي رأت العلم فعلا، يعني في علم، في حاجة أمامها محسوسة كده اسمها العلم؟ لا، يبقى دي من أخوات ظنة اللي هي من أفعال القلوب، ودي تنصب مفعولين. أيوة نفس الكلام، رأى وحسب وظن، ما احنا ذكرناهم في الأول، انت دخلت متأخر. وتخيل وكده، خلت وزعمت، كل هذه الأفعال. طيب المهم، رأيت العلم نافعا، ظننته أو اعتقدته كذلك. طيب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، طبعا بيتكلم على حاجة، الرؤية الإيه للقلب، يعتقدونه، يظنون أن يوم القيامة لسه بعيد أو ما فيه أصلا، من أفعال القلوب، فإذا هي ناسخة. الأصل والغالب في ظن وأخواتها أن تكون للعلم غير المتيقن، ولكن تدل على الرجحان في الخبر، لكنه يرد في لغات العرب استعمال الظن بمعنى اليقين. مثال قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. هل الظن هنا من ظن أخوتها أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ فالخاشعون موقنون، هنا بمعنى موقن، هي ظن في الغالب بمعنى علم غير متيقن، أما هنا في متيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، دول الخاشعون. طيب عد المصنف وجعل من ضمن ظن وأخواتها سمعت، ولم يعدها أكثر النحويين. النحويين لا من أفعال القلوب ولا من أفعال التصير، وسبقه بذلك أبو علي الفارسي. ملحوظة، المصنف عندما تكلم على النواسخ لم يذكر أفعال المقاربة، تعامل معاملة كان وأخواتها، وتذكر عادة ملحقة بكان وأخواتها لأنها تعمل عملها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. دي حاجة بقى متعلقة بكان وأخواتها، شبههم يعني، بيشتغلوا نفس شغلهم. أفعال تدل على قرب حصول الشيء، وبعضها يدل على رجائه، وبعضها يدل على الشروع فيه. أفعال مقررة مثل كاد أو شك اقترب، مثال كاد الليل أن يطلع، أو شك الظلم أن ينجلي. أفعال الرجاء يدل على توقع حصول الشيء ورجائه، حري أو عسى، حرى أو عسى. أفعال الشروع وهي تدل على البدء في فعل أخبارها
جعل وطفق وشرع وأخذ، مثل جعل فلان يفعل كذا. جميعها تسمى يعني أفعال المقاربة، ويلحقها النحويون بإيه؟ بكان وأخواتها. لأنها تعمل عملها، إلا أنهم يميزونها لأنها تنفرد بأن أخبارها لا تكون إلا جملة. أنتوا لاحظتوا كده، الخبر جملة فعلية منصوبة بأن، خبرها لازم يكون جملة فعلية منصوبة بأن، ويكون فاعلها ضمير مستتر يعود على أسمائها. يطلع من اللي يطلع هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم اللي هو الليل. نفس الكلام أي ينجلي، من اللي ينجلي ضمير مستتر تقديره هو يعود على الظلم، وهكذا. جميل، بس يعني أوشك الفجر أن يطلع، اسم أوشك الفجر مرفوع، وأن يطلع ده حرف نصب يطلع في المضارع منصوب، والجملة الفعلية أن الأداة هي في محل رفع خبر إن أو خبر أو شك، قصدي خبر أو شك. لا أنا أسف، هي الجملة الفعلية في محل نصب خبر أو شك، اللي هي من أخوات كان، لأن الفجر هي مفروض الفجر هو اسمها مرفوع. طيب هكذا انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي سؤال في الدرس؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف التسجيل إن شاء الله.